ما عنديش كاره نجي نمشي بها ونسربي. الدولة عندها قوانينها، الدولة عندها نظامها، الدولة عندها استراتيجيتها. نعم وزارة السياحة راهي كلها متواجدة بإذن الله من خلال العمليات المنوطة بوزارة السياحة. بربي إن شاء الله راح نعودوا نحاولوا نرفعوا التجميد على عمليات تهيئة المناطق التوسع السياحي، نعودوا مراجعة المخططات التهيئة السياحية اللي تعرف شوية بعض الصعوبات، وهذه هي كيف تعاون وزارة السياحة المجلس الشعبية البلد.